الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بمشيئة ربنا النهاردة هنحل أسئلة على اللي هو الكتلة والوزن. أول سؤال مع بعض كده، أكمل العبارات الآتية. رقم ألف: الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير طبعا من المكان، يبقى نكتب المكان. رقم ب: تقاس الكتلة بوحدة بسماها إيه؟ بسماها الجرام، جيم ميم. ولو انا كتبت كيلو جرام برضك صح، الاتنين صح، يبقى جرام او كيلو جرام. بينما يقاس الوزن بوحدة النيوتن، النيوتن. يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس الكتلة. أما الميزان بينما الميزان الزنبرك لقياس الوزن. الوزن. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين: كتلة نصف لتر من الماء تساوي يا ترى كام؟ 5 جرام طبعا غلط، 50 جرام غلط، 500 جرام طبعا دي الصح. وزن الجسم يؤثر دائما في اتجاه، في اتجاه مين؟ سطح الأرض ولا مركز الأرض ولا إلى أعلى؟ طبعا إلى إيه؟ إلى مركز الأرض. إذا كان كتلة الجسم، الكتلة مداني بكام؟ ب60 كيلو جرام، فإن كتلته على سطح القمر، هنسأل نفسنا سؤال: هل الكتلة أصلا بتتغير بتغير المكان؟ لا تتغير بتغير مين؟ المكان. وبالتالي هنا هنختار نفس الرقم، لأن نفس الرقم هنا سواء على الأرض سواء في أي كوكب تاني هي زي ما هي مش هيتغير، وبالتالي نختار مين؟ 60 كيلو جرام. ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية: تختلف كتلة الجسم من مكان لآخر. هل الكتلة بتختلف مكان لتاني؟ طبعا لا، احنا قلنا الكتلة لا تتغير بتغير المكان، وبالتالي العبارة الأولانية دي غلط بالنسبة لنا. وحدة قياس الوزن هي الكيلو جرام. ها صح ولا غلط؟ طبعا غلط. طب غلط ليه؟ لأن وحدة قياس الوزن اللي هي مين؟ اللي هي النيوتن. يبقى ديت التصحيح بتاعها، لو هو طلب مني تصحيح أقول له إيه؟ أقول له النيوتن. يبقى وحدة قياس اللي هي الوزن اللي هي مين؟ النيوتن. يقل الوزن كلما ابتعدنا، يقل، خلي بالنا، يقل الوزن كلما ابتعدنا عن مركز الأرض طبعا صح وزي الفل، يبقى ده عبارة ايه؟ صحيحة. اكتب المفهوم العلمي: مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، طبعا ده تعريف مين؟ الكتلة. يبقى رقم ألف ده اللي هو مين؟ الكتلة. رقم ب: قوة جذب الأرض للجسم، الوزن. وحدة قياس الوزن وتكافئ وزن جسم كتلته 100 جرام تقريبا، طبعا ده تعريف مين؟ النيوتن. النيوتن. وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبا كتلة مشبك الورق المعدني، طبعا ده بيسموها ايه؟ الجرام. طبعا ممكن اكتب ج م برضك صح، الاتنين صح. صوب ما تحته خط فيه العبارات الآتية: الوزن، يبقى اللي تحته خط ده غلط بالنسبة لنا، خلي بالنا. الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير مكان، طبعا الكلام ده هنشيل اللي هي الوزن ونكتب مكانه ايه؟ الكتلة. يبقى التصحيح بتاعنا هنشيل كلمة الوزن ونكتب مكانه ايه؟ الكتلة. كتلة لتر ماء مقطر تكافئ، طب اللتر فيه كام جرام؟ فيه 1000، يبقى اقول له بيساوي 1000 او تكافئ 1000 جرام. الكتلة هي قوة جذب الأرض للجسم، طبعا هنشيل الكتلة ونكتب مكانها ايه؟ الوزن. اذكر أهمية أو استخدام واحد لكل من. أول حاجة الميزان الزنبرقي، طبعا ده بستخدمه في مين؟ بستخدمه في قياس اللي هو ايه؟ الوزن. يبقى عند الميزان الزنبرقي بستخدمه في قياس اللي هو الوزن. الميزان ذو الكفتين أقول له يستخدم في قياس أو في تعيين اللي هي الكتلة، يبقى ده بستخدمه في تعيين مين؟ اللي هو ايه؟ الكتلة. محدش يكتب الكتلة بس أو الوزن بس. الميزان الزنبرقي أقول يستخدم في تعيين الوزن. الميزان الزنبرقي أقول يستخدم في تعيين الكتلة. على لما يأتي: يبدو رائد الفضاء، كأنه يسبح داخل مركبة فضاء. طبعا أقول لأنه يقل قوة،
يقل قوة جذب الأرض للأجسام، وبالتالي يصبح في منطقة اللي هي انعدام الوزن، لأنه يقل قوة جذب الأرض للجسم ويصبح في منطقة مين انعدام إيه؟ انعدام الوزن. بعد كده اللي هي أسئلة اللي هي الوحدة اللي هي على الكتلة والوزن، كتاب المدرسة، أسئلة كتاب المدرسة. أول سؤال مع بعض، أكمل العبارات الآتية: تقاس الكتلة بوحدة، طبعا بسميها إيه؟ اللي هي الجرام، يبقى أقول له جيم ميم، أو الكيلو جرام، يبقى عندي جرام أو كيلو جرام، يبقى عندي حاجتين: جرام أو كيلو كاف جيم ميم اللي هي كيلو جرام. بينما يقاس الوزن بوحدة مين اللي هي ايه؟ النيوتن. مش لازم نكتب عشان نبقى أسرع شوية. رقم ب: تقاس الكتلة باستخدام الكتلة، طبعا بيسمى مين بي الميزان، باستخدام الميزان ذو الكفتين، الميزان ذو الكفتين. بينما يقاس الوزن باستخدام اللي هو بسميه الميزان الزنبرقي. الكتلة مقدار ثابت لا يتغير أو لا يتأثر بتغير مين المكان، لا يتأثر بتغير المكان. نيجي السؤال بعد كده: يتوقف وزن الجسم على 3 حاجات عندنا. أول حاجة كتلة اللي هي الجسم، الحاجة التانية كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم، رقم 3 بعد الجسم عن مركز الكوكب. هقولهم تاني: أول حاجة كتلة الجسم، الحاجة التانية كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم، الحاجة التالتة عندنا اللي هو بعد الجسم عن مركز الكوكب. نيجي بعد كده اللي هو المصطلح العلمي أو بسميه اللي هو المفهوم العلمي. أول حاجة عندنا بيقول لي هنا مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، طبعا ده تعريف مين؟ الكتلة. الكتلة قوة جذب الأرض للجسم، الوزن وحدة قياس الكتلة، وتكافئ تقريبا كتلة لتر من الماء المقطر. طالما هنا قال لي كتلة لتر، اللتر طبعا بيكون فيه كام؟ فيه 1000 اللي هو جرام، يعني اقول له الاجابه كيلو جرام. كيلو جرام وحده قياس الوزن، وتكافئ تقريبا وزن جسم كتلته 100 جرام، هقول له مين؟ النيوتن. النيوتن. مساله مدهنا بيقول لي جسم كتله بتاعته اللي هي على سطح الارض 6 كيلو جرام، احسب وزنه على سطح الارض وعلى سطح مين؟ على سطح القمر. أول حاجة هنا عشان نحسب وزنه على سطح مين؟ على سطح اللي هو الأرض، الكتلة اللي هي عندي ديت أنا أهو هضربها في 10، يبقى أقول له كده الإجابة وزن الجسم على سطح الأرض بيساوي، وزن الجسم على سطح الأرض بيساوي كام؟ قلنا عندنا اللي هي كتلة كام؟ 6 في كام؟ في 10 بيساوي كام؟ 60. 60 ايه؟ نيوتن، عشان انا بحسب دلوقتي وزن 60 نيوتن. نيجي الحاجة التانية عندنا، عاوز مين؟ عاوز هنا اللي هو على سطح مين؟ على سطح القمر. اقول له وزن الجسم على سطح القمر، وزن الجسم على سطح القمر بيساوي وزنه على سطح الارض على 6. وزنه على سطح الارض على كام؟ على 6، يعني اقسم 60 على كام؟ على 6، هيطلع يساوي 10 نيوتن. 10 ايه؟ نيوتن. نيجي بعد كده صورة رقم 4، توضح صورتان مقابلتان خطوات حساب كتلة سائل. تمام، باستخدام الميزان الرقمي لاحظ الصورتين ثم احسب كتلة ووزن هذا السائل. يبقى هو عاوز حاجتين، عاوز الكتلة وعاوز مين؟ وعاوز اللي هو ايه؟ الوزن. زي ما احنا شايفين في الصورة كده، عندي هنا قريت اللي هي الميزان الرقم اللي هو قدامي ده، الأول هو فارغ اللي هو قريت الميزان اللي هي 119.76 من 100، تمام، جرام. ده هو ايه؟ لسه كأس فارغ. حطينا السائل جوه اللي هو الكأس، وزناه وعينا كتلة مرة تانية، طلع اللي هي قريت الميزان اللي هو الرقم اللي قدام ده. هنعمل ايه عشان نجيب الكتلة؟ هنطرح الاتنين دول من بعض. يبقى هنا عشان احسب كتلة السائل اللي هو قدامي، اقول له كتلة اللي هي الكأس، كتلة الكأس وبها السائل، ناقص كتلة مين؟ ناقص كتلة اللي هو الكأس فارغ، هو فاضي يعني.
لما اطرح الاتنين دول مع بعض هيطلع كام؟ هيطلع 66 و 97 من 100 جرام. يبقى انا دلوقتي جبت مين؟ جبت اللي هو ايه؟ اللي هو الكتلة. عاوز الحاجة التانية اللي هو مين؟ الوزن. طب الوزن هنا عشان احسبه، الوزن هنا عشان احسبه لازم الاول طبعا ده بكيلو جرام، طبعا ده بالجرام اللي انا جبته، خلي بالنا ده ايه بالجرام. انا دلوقتي هنا عشان اجيب هنا اللي هو الوزن لازم احول الوزن اللي عندي ده ايه لكيلو جرام. فعشان احول الرقم ده لكيلو جرام هعمل ايه؟ هقسمه على 1000. يبقى الرقم اللي هو الناتج اللي عندي ده هقسمه على كام؟ على 1000. بقسمه على 1000 ليه؟ علشان احوله الى كيلو جرام. بعد ما احوله الى كيلو جرام الناتج اللي عندي هضربه في 10 علشان اجيب مين؟ اجيب اللي هو الوزن. هقولها تاني بسرعة. اول حاجة انا عندي كأس فاضية وده اللي هو فيه السائل، طرحتهم من بعض انا كده جبت مين؟ الرقم اللي قدامي ده لما طرحتهم طلع لي كتلة مين؟ السائل اللي هو عندنا. بس الكتلة اللي طلعت طلعت بايه؟ بالجرام. بالجرام ليه؟ عشان هو هنا قايل لي ايه؟ قايل لي بالجرام. انا عاوز احول الجرام ده لكيلو جرام، فاعمل ايه؟ الرقم اللي قدامي ده هقسمه على كام؟ على 1000. بعد ما اقسمه على 1000 والناتج اللي عندي، الناتج طبعا اللي هيطلع عندي اروح على العلامه دي الثلاث ارقام، يعني الناتج اللي عندي هيطلع اللي هو على 0 6 6 9 7، تمام؟ ده طبعا ايه بالكيلو جرام. انا دلوقتي الرقم اللي طالع عندي عاوز اجيب من خلاله مين؟ اللي هو ايه؟ احسب ايه؟ اللي هو الوزن. فاقول له الوزن بيساوي الرقم اللي هو عندي ده هضربه في كام؟ هضربه في 10. يبقى الناتج اللي عندي ده هضربه في كام؟ في 10. هروح على العلامة أشيل الصفر ده خالص وهو نفس الرقم زي ما هو، بس بإيه؟ الوحدة بتاعتي إيه؟ بالنيوتن. خلي بالي بيقول لي هنا أكمل خريطة المفاهيم التالية فيما يخص الكتلة والوزن. فعندي هنا الكتلة زي ما احنا شايفين كده، فنعرف أول حاجة اللي هي التعريف بتاعها. طبعا الكتلة لما نيجي نعرفها بقول عبارة عن مقدار ما يحتوي الجسم من مادة، مقدار ما يحتوي الجسم منين؟ من مادة. طب الوحدة بتاعتها ايه؟ ده طبعا ده التعريف اللي احنا قلناه. الحاجة التانية عندنا اللي هو مين؟ اللي هي وحدة القياس. طبعا بيقيسها هنا بحاجة من الاتنين، يا اما الجرام يا اما الكيلو جرام، كيلو جرام. نيجي بعد كده اللي هو الجهاز بتاعنا، بيقيس الكتلة عن طريق اللي هو الميزان المعتاد ذو الكفتين. الاتجاه بتاعها طبعا الكتلة ليس لها اتجاه. عند هنا تأثير تغير المكان، طبعا الكتلة لا تتغير بتغير المكان يعني ثابتة. نيجي بعد كده لمين؟ للوزن. الوزن عندنا التعريف بتاعه اللي هو عبارة عن قوة جذب الأرض للجسم، قوة جذب الأرض للجسم. عندنا الوحدة القياس بتاعتها اللي هو النيوتن، النيوتن. نيجي بعد كده الوزن، الجهاز المستخدم بسميه الميزان الزنبرقي. نيجي لاتجاه التأثير، طبعا الاتجاه بيكون تجاه مركز الأرض، تجاه مركز الأرض أو مركز الكوكب يعني عموما. تأثير تغير المكان طبعا هنا أقول له يتغير بتغير المكان. نيجي بعد كده للسؤال السادس، بقول لي هنا صل من العمود أ ما يناسبه في العمود ب. عندنا أول حاجة اللي هو مين؟ قوة جذب الأرض للجسم، طبعا ده تعريف مين؟ اللي هو الوزن. يبقى عندنا هنا بنكتب واحد او نوصل اي حاجة مش هيفرق معانا، نوصل اهو خلاص. يبقى ده عبارة عن مين؟ اللي هو تعريف الوزن. وحدة قياس الكتلة، طبعا الكتلة بقيس بايه؟ بالجرام او بالكيلو جرام. يبقى عندي وحدة قياس الكتلة اللي هو مديني هنا كيلو جرام اهو، فايه ده مع ده. وحدة قياس الوزن طبعا بالنيوتن. مقدار ما يحتوي الجسم من مادة، طبعا ده تعريف مين؟ اللي هو ايه؟ الكتلة. أول سؤال طبعا الأسئلة ديت على الكتلة الأول. أول سؤال عندنا بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. رقم واحد يستخدم الميزان ذو الكفتين في قياس، طبعا بيقيس بيه مين؟ اللي هو إيه؟ اللي هو الكتلة. يستخدمه في قياس مين؟ الكتلة. كتلة الجسم على سطح الأرض، هو بيكلمنا على مين؟ الأرض، خلي بالي، وبيكلمنا على الكتلة مش الوزن، نركز في الكلام. بالنسبة لكتلته على سطح القمر، هل الكتلة بتتغير بتغير المكان؟ طبعا لأ. وبالتالي هنا اقول له ايه؟ هما الاثنين زي بعض، اقول له ايه؟ تساوي. مقدار كتلة لتر واحد من الماء يكافئ لتر، خلي بالنا طالما لتر على طول اقول له ايه؟ 1 كيلو جرام. لو هو مداني بجرام اقول له 1000 جرام. يبقى عندي يا متن 1000 جرام، بس ده مديني 100 طبعا خلي بالنا، فاقول له 1 كيلو جرام، او لو هو مداني بجرام اقول له ايه؟ 1000 جرام.
كتلة الجسم على سطح القمر، الكتلة خلي بالنا كام؟ 10 كيلو جرام، فتكون كتلته على سطح الأرض. ما احنا قلنا كتلة لا تتغير، وبالتالي زي ما هي مش هتتغير، يعني نفس الكلام، يعني 10 كيلو جرام. أكمل العبارات. من أدوات قياس الكتلة، والله بيقيس الكتلة بحاجة من الاتنين، اللي هو الميزان اللي هو المعتاد، الميزان المعتاد، والميزان مين؟ الحساس. ممكن أقول اللي هو الميزان اللي هو ذو الكفتين، أو ممكن أقول اللي هو الميزان ذو الكفة الواحدة برضك صح. مقدار ما يحتويه جسم من مادة يسمى، طبعا ده تعريف مين؟ الكتلة. من وحدات قياس الكتلة الجرام أو الكيلو جرام، جرام وكيلو جرام. كتلة الجسم مقدار ثابت لا يتغير بتغير مين؟ المكان. الوحدة المناسبة لتقدير كتل المشغولات الذهبية، الذهب يعني، هيقيسها طبعا بإيه؟ بالجرام، بالجرام. نيجي بعد كده صح وغلط. تقاس كتلة الجسم بوحدة نيوتن، الكتلة بقيسها بالجرام أو كيلو جرام، فبالتالي واحد بالنسبة لنا غلط. يستخدم الميزان الرقمي في قياس الوزن، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط. المفروض هنا عشان اقيس الوزن بستخدم الميزان الزنبرجي، انما الرقمي ده بستخدمه في قياس اللي هي الاشياء الدقيقة، تمام، زي مثلا اللي هو المشغولات الذهبية. رقم 3، يجب اختيار الميزان الذي يناسبه، يجب اختيار الميزان الذي يناسب كمية المادة المراد تعيين كتلتها. طبعا صح، ما ينفعش استخدم الميزان الحساس في تعيين كتلة جسم كبير، او العكس، تختلف كتلة الجسم من مكان لاخر، لا كتلة ثابتة ما تتغيرش، وبالتالي ده غلط. نيجي بعد كده مصطلح علمي او مفهوم علمي، مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، طبعا ده تعريف مين؟ تعريف اللي هو الكتلة، الكتلة. اداة تستخدم في تقدير كتلة الجسم، طبعا ده تعريف مين؟ اللي هو الميزان المعتاد. وحدة قياس الكتلة، ويساوي تقريبا كتلة مشبك الورق المعدني، طبعا ده مين؟ اللي هو الجرام. وحدة قياس الكتلة، ويكافئ تقريبا كتلة لتر من الماء المقطر، طبعا ده بسميه اللي هو الكيلو جرام، وممكن اكتب اللي هو 1000 جرام برضك صح. صوب ما تحته خط، هنا طبعا تحته خط اللي هو الوزن، فبقول لي هنا مقدار ثابت لا يتغير بتغير مكانه، هنشيل الوزن ونكتب مكانه ايه؟ اللي هو الكتلة. يمكن تعيين، ده اللي تحته خط، يمكن تعيين الجسم باستخدام الميزان ذو الكفتين، طبعا تعيين مين؟ تعيين اللي هي ايه؟ اللي هي الكتلة. يبقى نعين اللي هي مين؟ كتلة الجسم، هنشيل الوزن ونكتب مكانه كتلة. كتلة الجسم على سطح القمر، وهنا بيقول لي السدس كتلته على سطح الأرض، احنا قلنا الاتنين الكتلة لا تتغير بتغير مكانه، وبالتالي هنا نكتب ايه؟ يساوي، يبقى الاتنين ايه؟ بيساوي بعض. علل، كتلة الجسم على سطح الأرض تساوي كتلته على سطح القمر. هقول له الإجابة، لأن الكتلة عبارة عن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان، لأن الكتلة عبارة عن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. رقم 2، يستخدم الميزان ذو الكفتين لحساب كتلة الجسم، ليه؟ هقول له لأنه عند اتزان الكفتين تكون كتلة الجسم تساوي مجموع الأثقال الموجودة به. يبقى ده اللي قدامي هو ميزان ذو الكفتين. هقول الإجابة تاني، لأنه عند اتزان الكفتين تكون كتلة الجسم مساوية لإيه بقى؟ للكتل الأثقال الموجودة في الكفة الأخرى. انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب ما اسم الجهاز اللي قدامنا، طبعا ده بسميه الميزان ذو الكفتين، أو بسميه اللي هو الميزان المعتاد، الاتنين صح. اذكر استخدامه، طبعا بستخدمه في قياس اللي هي الكتلة أو تعيين الكتلة. نيجي بعد كده أسأل على الوزن والعوامل المؤثرة عليه. أول حاجة اختار الإجابة، يقاس وزن الجسم باستخدام الوزن، طبعا بيقيسه بالميزان الزنبرجي، الميزان الزنبرجي. النيوتن يساوي تقريبا وزن جسم كتلته كام جرام؟ النيوتن خلي بالنا طبعا بيساوي كام؟ 100 ولا 10 ولا 1000 ولا 2000؟ طبعا ايه؟ 100 جرام. جسم وزنه على سطح، خلي بالنا هنا بيكلمنا على الوزن، على قمة جبل 80 نيوتن، فإن وزنه على سطح الأرض. طب دلوقتي، هو دلوقتي القمة ديت مش ده مكان مرتفع؟ القمة زي ما احنا عارفين مكان مرتفع، طب هو فوق كام؟ 80 جرام. طب دلوقتي ال 80 جرام ده، 80 نيوتن قصدي، كل ما انزل يمت اسفل كل ما يزيد معايا اللي هو الوزن بتاعه،
ليه؟ عشان هروح يا متمين يا مركز الأرض. تمام، احنا خدنا القاعدة بتاعتنا كلما ارتفعنا إلى أعلى أو كلما بعدنا عن مركز الأرض كلما إيه قل الوزن بتاعنا. فدلوقتي عكس الكلام، أنا فوق ونازل لتحت، وبالتالي هنا الوزن بتاعنا هيزيد. يعني اختار رقم أكتر من كام؟ أكتر من 80. نشوف كده 79، لا ده أقل، ما ينفعش 80، لا غلط، 83 و50. طبعا هنختار مين؟ 83. الجسم الذي وزنه 2 نيوتن، الوزن بتاعه كام؟ 2 نيوتن، فإن كتلته كام؟ علشان هنا أجيب اللي هو الكتلة بتاعته هعمل إيه؟ هو دلوقتي هنا مديني إيه؟ مديني الوزن، صح ولا لأ؟ طيب، فالوزن بتاعه هنا بالنيوتن، وإحنا عارفين النيوتن بيساوي كام جرام؟ بيساوي النيوتن الواحد بيساوي 100 جرام تقريبا، وهو مديني 2، يبقى أضرب 2 في 100 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 200. بس 200 ايه بقى؟ خلي بالنا عشان هنا عاوز مين اللي هو الكتلة، اقول له 200 جرام. 200 جرام. اذا كان وزنك على سطح الارض 60 نيوتن، ده الوزن خلي بالنا، فان وزنك على سطح القمر هي هو يقل ولا يزيد؟ لا هيقل. طب هنا عشان اجيب الرقم اعمل ايه؟ هقسم الرقم اللي هم ادونا ده على 6، يبقى لما اقسم 60 على 6 يطلع لي كام؟ 10. 10 ايه بقى؟ 10 نيوتن. أكمل العبارات الآتية. أول حاجة عندنا الوزن بنيوتن بيساوي الكتلة، الكتلة بالكيلو جرام، الكتلة بالكيلو جرام في كام؟ في 10. يقاس الوزن بوحدة، طبعا بسميها إيه؟ وحدة مين؟ اللي هي إيه؟ النيوتن، النيوتن التي تساوي تقريبا وزن جسم كتلته قد إيه؟ هقول له بتساوي 100 جرام. يبقى النيوتن بيساوي 100 جرام. وزن الجسم على سطح القمر نقط وزنه على سطح الأرض، هو أقل ولا أكبر؟ طبعا بيكون أقل، اللي هو كام بالظبط؟ بيكون سدس، 1/6 سدس. كلما زادت كتلة الكوكب زادت نقط، إيه اللي هيزيد معايا؟ هيزيد الجاذبية بتاعته، ومين هيزيد كمان؟ والوزن بتاعه. يبقى هيزيد حاجتين، اللي هو الجاذبية والوزن. جسم وزنه 20 نيوتن، 20 نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته كام؟ احنا دلوقتي عاوزين نجيب مين اللي هو ايه الكتلة. طيب الرقم اللي عندي ده اللي هو العشرين، احنا قلنا نيوتن الواحد بكام؟ بمية. يعني هضرب اللي هو العشرين في مية، 20 في 100 هيطلع لي 2000، 2000 جرام. خلي بالنا 2000 جرام، بس انا عاوز اجيب الكتلة. نبسط الرقم ده شويه كده، طبعا لو انا كتبته زي ما هو كده صح مفيش مشكله، بس يفضل ان اقسم ده على 1000 عشان احوله لكيلو جرام، ولما اقسم ده على 1000 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 2 كيلو جرام. 2 كيلو جرام، يبقى الناتج اللي عندي قسمته على 1000 حولته لايه؟ لكيلو جرام. صح وغلط. الوزن بالنيوتن بيساوي الكتله بالجرام في 10. الكلام ده صح ولا لا؟ طبعا غلط. الوزن طبعا المفروض كتلة بإيه؟ بكيلو جرام مش بجرام. وحدة قياس الوزن هي كيلو جرام، طبعا غلط، هي المفروض بإيه؟ بنيوتن. تؤثر كتلة الجسم على وزنه، تؤثر الكتلة على الوزن، أيوة صح، لأن كل ما يزداد الكتلة كل ما يزداد الوزن. وزن شخص في منطاد يحلق في الهواء يكون أقل من وزنه على سطح الأرض، طبعا صح وزي الفل، احنا قلنا كل ما نبعد عن مركز الأرض وكل ما يقل معانا الوزن. وزن الجسم على سطح القمر بيساوي سدس وزنه على سطح الأرض، صح ولا لا؟ طبعا صح. نيجي رقم 6، وزن الجسم هو قوة جذب الأرض للجسم، وتؤثر هذه القوة دائما في اتجاه مركز الأرض، صح طبعا، يبقى العبارة ايه؟ صحيح. نيجي بعد كده المصطلح، اكتب المفهوم العلمي. قوة جذب الأرض للجسم، طبعا ده تعريف مين؟ اللي هو ايه؟ الوزن. أداة تستخدم لقياس الوزن، طبعا بنسميه الميزان الزنبرقي، الميزان الزنبرقي. 3، وحدة قياس الوزن النيوتن، وحدة قياس اللي هي الوزن اللي هي ايه؟ النيوتن، بنسميها ايه؟ النيوتن. نيجي رقم 4، طبعا هنا مدالي بصيغة تانية، يعني ممكن السؤال يجي بالطريقة ديت، يقول لي وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريبا وزن جسم كتلته 100 جرام برضك اللي هو ايه؟ النيوتن. جسم فضائي تبلغ جاذبيته سدس جاذبية الأرض، جسم فضائي خلي بالنا، طبعا بيكلمنا على مين؟ بيكلمنا على القمر، يبقى أقول له إيه؟ القمر. صوب ما تحته خط،
الكتلة هي قوة جذب الأرض للجسم. طبعا هنشيل الكتلة ونكتب مكانه إيه؟ الوزن. يستخدم الميزان، طبعا ده غلط، في قياس اللي هو الوزن، طبعا اسمه ميزان إيه؟ الزنبرقي. قوة الجذب، قوة الجاذبية الأرضية نقط بيبتعد الجسم عن الأرض، بيبتعد طبعا هتقل، يبقى أقول له إيه؟ هنشيل تزداد ونكتب إيه؟ تقل. النيوتن يساوي تقريبا وزن جسم كتلته، هقول له كام؟ 100 جرام. خلي بالنا 100 جرام. كلما زادت كتلة الكوكب نقط جاذبيته، هنشيل طبعا قلة دي ونكتب مكانها ايه اللي هي ايه، زادت، وزاد ايه وزن الجسم ايه الأجسام عليه. نيجي بعد كده علل، تسقط الأجسام دائما نحو الأرض، ليه يمت الأرض؟ أقول له بسبب مين؟ اللي هي قوة الجاذبية الأرضية، أو بسبب قوة جذب الأرض له، الاتنين صح. يبدو رائد الفضاء وكأنه يسبح داخل مركبة الفضاء، أقول له بسبب اللي هي انعدام اللي هي قوة جذب ايه الأرض، تمام، بسبب انعدام قوة جذب الأرض. طبعا المنطقة دي بسميها منطقة اللي هي انعدام الوزن. رقم 3، وزن الجسم على القمر أقل من وزنه على الأرض، هقول له الإجابة لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض، لأن كتلة القمر أقل من كتلة مين اللي هو إيه الأرض، ويوجد علاقة بين الكتلة والوزن. 4، يختلف وزن الجسم باختلاف الكوكب الموجود عليه الجسم، هقول له الإجابة لأن الوزن، لأن مين الوزن يتوقف على كتلة الكوكب الموجود عليه، لأن الوزن يتوقف على كتلة الكوكب الموجود عليه. 5، وزن شخص في الطائرة أقل من وزنه على سطح الأرض، هقول له الإجابة لأنه كلما ابتعدنا عن سطح الأرض كلما قل اللي هي إيه الجاذبية، وبالتالي يقل وزن الشخص. قارن بين الكتلة والوزن من حيث التعريف. أول حاجة عندنا اللي هي مين اللي هي الكتلة، أو مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. الوزن قوة جذب الأرض إيه للجسم. اتجاه التأثير، هنا الكتلة ليس لها تأثير، الوزن طبعا هنا اتجاه مركز الأرض. تأثير تغير المكان، أقول الكتلة لا تتغير بتغير المكان، أما الوزن يتغير بتغير المكان. ماذا يحدث؟ انعدام جاذبية الأرض يصبح الأجسام ليس لها وزن، يصبح أو تصبح الأجسام ليس لها وزن. تعيين وزن الجسم على سطح الأرض ثم تعيين وزنه على سطح القمر، هيقل ولا يزيد؟ طبعا هيقل معايا، يبقى أقول له يقل وزن إيه؟ وزن الجسم. طبعا هيصبح إيه؟ لو إحنا عاوزين نزود الإجابة أقول له ويصبح وزنه سدسه، سدس وزنه على سطح الأرض، ويصبح وزنه سدسه أو سدس وزنه على سطح إيه؟ الأرض. ابتعاد الجسم عن مركز كوكب الأرض، كل ما ابتعدنا عن مركز اللي هو كوكب الأرض كلما ايه كلما قل ايه قل اللي هو الوزن، يبقى اقول له يقل ايه وزن مين وزن الجسم، بس خلي بالنا الكتلة تظل ايه ثابتة لانها لا تتغير بتغير المكان. تعالى نتعلم مع بعض كده طريقة حل المسائل. اول مسألة، جسم كتلته على سطح الارض 12 كيلو جرام، احسب كتلته على سطح القمر. احنا عارفين طبعا الكتلة لا تتغير بتغير المكان، فكده رقم الف أقول له بيساوي كام؟ بتساوي اللي هي 12 كيلو جرام، نفس الرقم مش هيختلف. رقم ب، عاوز مين؟ عاوز وزنه على سطح ايه؟ على سطح الأرض. هنكتب القانون بتاعنا الأول، يبقى أقول له الوزن على سطح الأرض بيساوي الكتلة، وطبعا الكتلة بالكيلو جرام هضربها في كام؟ في 10. تعالى نعوض كده، عندنا الكتلة ميدان بكام؟ ب 12، يبقى يساوي تحت يساوي 12 في كام؟ في 10. 12 في 10 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 120، والوحدة بتاعت اللي هي الوزن ايه؟ نيوتن، يبقى 120 نيوتن. نيجي رقم ج، عاوز وزنه على سطح مين؟ وزنه على سطح القمر، يبقى اكتب القانون بتاعنا الأول، يبقى رقم ج عندنا أقول له الوزن على سطح القمر بيساوي
شرط كسر وزنه أو وزن الجسم على سطح الأرض على كام؟ هقسمه على 6. تعال نعوض كده، أنا جبته على وزن الأرض على سطح الأرض بكام؟ ب120. يبقى أقوله بيساوي 120 على كام؟ على 6. لما أقسم 120 على 6 يطلع معايا 20. طب أنا هنا بجيب إيه؟ الوزن، الواحدة بتاعت إيه؟ نيوتن. تعال نحل المسألة اللي بعدها، بيقول لي إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض بكام؟ ب20 نيوتن، ده في ناحية، خلي بالنا، على سطح الأرض. احسب كتلته بالكيلو جرام. يبقى هو دلوقتي عاوز مين؟ عاوز الكتلة. طب الكتلة عشان أجيبها نكتب القانون، الوزن على كام؟ على 10. يبقى رقم 2 عندنا، يبقى رقم 2 أقول له الوزن بيساوي، هو عاوز الكتلة، يبقى أقول له رقم 2 الكتلة بيساوي وزن الجسم على مين؟ على 10. تعال نعوض كده، الوزن مدوني بكام؟ والله مديني الوزن زي ما احنا شايفين ب20. يبقى 20 على 10 يبقى اقول له يساوي 20 على 10 يطلع لي 2. انا هنا بجيب ايه؟ كتلة، الوحدة بتاعت ايه؟ كيلو جرام. كيلو جرام. هنيجي رقم 3، جسم كتلته على سطح الارض 600 جرام، احسب وزنه على سطح ايه؟ القمر. خلي بالنا، يبقى دلوقتي هو مديني مين؟ مديني اللي هو الكتلة على الأرض ب 600 جرام، عاوز الوزن، وبعد ما أجيب الوزن أجيبه على مين؟ على القمر. فلازم نحسبه على الأرض الأول، همشيها بالترتيب كده. فالأول طبعا الجرام مش هينفع أشتغل بيه، لازم أحوله لإيه؟ لكيلو جرام. أحوله إزاي؟ هقسم الرقم ده على كام؟ على 1000. يبقى أول حاجة أجيبها كده كتلة الجسم بالكيلو جرام، بالكيلو جرام بيساوي الرقم اللي هو مديهوني اللي هو كام؟ 600، هقسمه على كام؟ على 1000. لما اقسم 600 على 1000 يطلع لي 6 من 10. انا هنا بحول اصلا الجرام لايه؟ لكيلو جرام. فالناتج اللي عندي ده بكيلو جرام، خلي بالنا كيلو جرام، ده اول حاجه عملتها. بعد كده اجيب وزن الجسم على ايه؟ على الارض. يبقى اقول له بعد كده وزن الجسم على سطح الارض، نكتب القانون ما ننساش، اللي هو ايه؟ الكتلة ب اللي هي الكيلو جرام في كام؟ في 10. يبقى عندي اللي هو الكتلة بكام؟ ب6 من 10. يبقى بيساوي 6 من 10 في كام؟ في 10. هروح على العلامة رقم، يبقى يطلع لي 6. أنا بجيب هنا وزن وحدتي نيوتن. بعد كده هو طالب مني ايه اصلا؟ قال لي احسب وزنه على سطح مين؟ احسب وزنه على سطح ايه؟ اللي هو القمر. اللي انا جبته دلوقتي على مين؟ على الارض. خلي بالنا، هنحسبه على القمر. هحسبه ازاي؟ الرقم اللي هو طلع ده اقسمه على كام؟ هقسمه على 6. يبقى اقول له وزنه او وزن الجسم على سطح القمر بيساوي وزنه الوزن على سطح الأرض هقسم على كام؟ على 6. طب أنا جبته دلوقتي على سطح الأرض بكام؟ ب6. يبقى أقول له بيساوي 6 على 6 هيطلع لي 1. أنا بجيب هنا إيه؟ وزن، يبقى 1 نيوتن. هنيجي رقم 4، جسم وزنه على سطح الأرض بيساوي 30 نيوتن، ده في ناحيتها على الأرض. احسب كتلته على سطح الأرض، هو دلوقتي عاوز مين؟ عاوز الكتلة. طب الكتلة عشان أجيبها لازم أحول الوزن، الوزن اللي هو عندي بقسمه على كام؟ على 10. يبقى عندي هنا رقم ألف اللي أنا هحسبها، يبقى إحنا في رقم 4 ألف. تمام، أول حاجة هنجيبها مين؟ كتلته على سطح الأرض. يبقى أقول هنا الكتلة على سطح الأرض بتساوي الوزن، وطبعا الوحدة بتاعته اللي هي النيوتن، على كام؟ على 10. الوزن مدوني بكام؟ ب30. يبقى بيساوي 30 على 10 هيطلع لي 3. أنا هنا بجيب إيه؟ كتلة، الوحدة بتاعت الكتلة إيه؟ كيلو جرام. ده أول حاجة. الحاجة التانية اللي هو عاوزها، عاوز وزنه على سطح مين؟ وزنه على سطح القمر، وزنه على سطح إيه؟ القمر.
يبقى هنا رقم ب، يبقى رقم ب اقول له وزنه على سطح القمر بيتساوي، اللي هو بيساوي ايه؟ هضرب اللي هو وزنه على سطح الارض في كام؟ في سدس. يبقى اقول له بيساوي سدس في وزنه على سطح الارض. طيب عندنا لازم نجيب الاول اللي هو وزنه على مين؟ على سطح الارض. احنا جبنا كتله بس ما جبناش الوزن. هل هو مديني الوزن؟ ها مديني الوزن، مديني الوزن جاهز. تمام، فبالتالي هنا هضرب ال 30 على طول في كام؟ في سدس. يبقى اضرب هنا، يبقى اقول له يساوي سدس في وزنه على سطح الارض بكام؟ ب 30، هيطلع لي 5. انا بجيب هنا وزن وحدتي ايه؟ نيوتن. هنيجي بعد كده للسؤال الخامس، جسم وزنه على سطح القمر 300 نيوتن، ده فين؟ على القمر. احسب وزنه على سطح الارض. يبقى اول حاجه هنا هجيب وزنه على مين؟ على سطح ايه؟ الارض. يبقى رقم 5 كده عندنا ألف وزنه على سطح الأرض بيساوي وزنه على القمر وأضربه في كام؟ في 6. يبقى 6 في الوزن على سطح القمر. تعال نعوض كده، هو قال لي وزنه على القمر بكام؟ قال لي ب 300 نيوتن، يبقى أضرب 300 في 6، يبقى بيساوي 6 في 300. لما اضرب ده في ده هيطلع لي كام؟ 1800. انا بجيب الوزن وحدتي نيوتن، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو عاوزها قال لي مين؟ كتلته على سطح الارض. طب الكتله عشان اجيبها هقسم الوزن على كام؟ على 10. يبقى رقم ب، رقم ب اقول له الكتله على سطح الأرض بتساوي الوزن بنيوتن على كام؟ على 10. تعال نعوض، لسه جايبين الوزن بكام؟ الوزن بألف وتمنمية، يبقى بيساوي ألف وتمنمية على كام؟ على 10. شيل صفر مع الصفر يطلع لي كام؟ 180. أنا بجيب إيه؟ الكتلة الواحدة بتاعتي كيلو جرام. نيجي بعد كده الحاجة التالتة عندنا، عاوز كتلته على سطح ايه؟ كتلته على سطح اللي هي القمر. طيب الكتلة بتاعته احنا دلوقتي طلعنا الكتلة على الارض بكام؟ ب 80، 180 ايه؟ كيلو جرام. هل الكتلة هتختلف باختلاف المكان؟ طبعا لا، وبالتالي هنا اقول له رقم جيم عندنا كتلته على سطح القمر بتساوي 180 كيلو جرام. هي نفس الرقم مش هتختلف معانا، يا رب يكون فهمنا. بيقول لي انظر الى الشكل المقابل ثم اجب ما اسم الجهاز الذي امامك. طبعا ده اسمه ميزان مين؟ الزنبوركي، الميزان الزنبوركي. بيقول لي اذكر استخدامه. طبعا اقول له يستخدم في تعيين مين؟ اللي هو الوزن، يستخدم في تعيين الوزن. يا رب يكون فهمنا. ما تنسوناش من صالح دعواكم، كان معكم استاذ طارق، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه وبركاته.